لكن معانا زميلنا محمد توفيق من ارض المعرب. اتفضل يا توفيق. اهلا بيك كابتن اسامه، برحب حضرتك مره ثانيه وضيوفك الكرام بعد انتهاء مباراه النادي الاهلي والزمالك بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدفين. ومعانا بعد المباراه يعني النجم المقل من ظهوره بقى كابتن احمد سراج المدير الفني للفريق. كابتن احمد سراج الف مبروك الفوز النهارده، تكليل لفوزك ببطوله الدوري والنهارده كمان فوز على نادي الزمالك في مباراه القمه، يعني الف مبروك الفوز. وشفت المباراه ازاي النهارده؟ الله يبارك فيك. اول حاجه بمسي على كابتن اسامه وضيوفه مين كابتن بلال وكابتن حشيش وكابتن فتحي وكابتن حشيش، بمسي عليهم. يمكن انا شايف المباراه النهارده، يمكن الشوط الاول كنا مش بطلين، يمكن نزلنا ثقه، مع ان انا كلمتهم وحذرتهم ان الكره مش بالشكل ده، لازم تاخد باهتمام وتنزل اكن ما فيش 0-0. بس هم يمكن متهيألي الشوط الثاني خدوه باستهتار شويه، وده نتيجه الاستهتار. حتى يمكن الشوط الثاني احنا ضيعنا اهداف كتير جدا، هم مش عايزين النهارده كانوا يخرجوا سكور. بس الحمد لله طبعا انا مبسوط، الاداء طبعا في اخر السنه، فلازم يبقى في تذبذب في الاداء. تاني حاجه طبعا ارضيه الملعب بردك في اخر السنه، فالكوره بردك مش مطوعه شويه في حاجات. تاني حاجه في انا كان عندي نقص لعيبه كتير جدا النهارده من عدم المشاركه، فطبعا بالنسبه لكل العواقب دي فالحمد لله على الاداء. يعني الحمد لله كابتن احمد، يمكن مواليد 2001 من اكثر الفرق المبشره في النادي ان شاء الله كمستقبل للنادي الاهلي في كره القدم، يعني شايف الفريق ازاي على خلال موسم وتقييمك لحضرتك معاهم من زمان؟ بص، يمكن دي اول سنه ليا مع فرقه 2001، انا كنت قبل كده مع فرقه 2000. فرقه 2001 فعلا من مواهب اللي في القطاع، ويمكن القطاع كله مليان مواهب طبعا، وانتم شايفين يمكن كل الانديه الدوري ممتاز، معظمها لعيبه ناشئين النادي الاهلي. فرقه 2001 من الفرق المميزه، بتمنى من كل قلبنا ان هم يكملوا على نفس المستوى وعلى نفس الاداء عشان نخدم الفريق الاول. كابتن احمد، يمكن ختام الموسم عند حضرتك بمباراه بتروجيت ان شاء الله الجمعه الجايه، بعد كده شكل البرنامج للفريق بعد انتهاء الموسم هيبقى شكله ازاي؟ لسه يمكن انا اقعد مع كف فتحي طبعا واشوف البرنامج بتاع الاجازه ازاي، او انا اشتغل لازم انسق مع رئيس قطاع الناشئين ونبدا نحط بقى البرنامج اللي بعد الماتش بتروجيت. كابتن اسامه في الاستوديو، ضيوفه كابتن فتحي نصير، كابتن احمد بلال، كابتن محمد حشيش، بيباركوا لحضرتك على الفوز النهارده وعلى الفوز بالبطوله. الله يبارك فيهم. وهو طبعا كابتن اسامه وضيوفه دول وش السعاده دايما عليا، يمكن واقفين بجنبنا، برنامج من اعلى البرامج، يمكن ما تمطوش على الهواء، معرفه اللعيب الناشئين النادي الاهلي اسامي، يمكن دي حاجه انا بشكره عليها جدا، بشكره على الاداء، ويا رب يكون شرفناه. يعني كابتن حشيش، بقول لحضرتك حضرتك بردان، شايف حضرتك لابس جاكيت. انا كده كابتن حشيش، يمكن انا الجو حر شويه كابتن حشيش. يمكن بنتمنى من كل قلبنا طبعا المباراه يوم 30 ان شاء الله. توفيق، قول له الجاكيت ده بيتفائل بيه ولا ايه؟ يا خلاص بقى مباراه الاهلي والمقاولين تكون بدايتهم ان شاء الله. كابتن اسامه، بقول لحضرتك واضح ان الجاكيت ده مصدر تفاؤل. لا لا لا، ما بتفائلش يا كابتن اسامه، ما تطلعش عليا اشعه يا كابتن. شكرا يا كابتن، اتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله. الله يكرمك، الله يكرمك، متشكر.